حقوق الإنسان، منظمة اليونسكو هي شريك من الشركاء الكثر الذين تعبأوا حول هذا الورش الوطني الكبير اللي هو ورش إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ومع وزارة إصلاح الإدارة منظمة اليونسكو تتابع عمل هذه الوزارة وتقدم الدعم التقني في مجالين اثنين، هم مجال الحق في الحصول على المعلومة، لكن أيضا مجال مهم جدا وهو ورش آخر تكميلي هو ورش التواصل العمومي المؤسساتي، وذلك طبق الاتفاقية التي وقعناها مع المديرة العامة السابقة لليونسكو. في إطار تنزيل الحق في الحصول على المعلومة والمقتضيات القانونية ديالو، وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أخذت على عاتقها المبادرة لرسم خارطة الطريق لهذا التفعيل من خلال أولا تتبع وتنسيق تعيين الموظفين والنواب ديالهم المسؤولين على هذه الخدمة ديال التمكين من حق الحصول على المعلومة. بعد ذلك قمنا بإعداد واحد العدد ديال الأدلة والدلائل التكوينية بتنسيق مع منظمات اليونسكو ذات الخبرة في هذا الشأن، وقمنا بتعبئة بعض الخبراء من أجل تكوين الفوج أو الدفعة الأولى للمكونين واللي كيمثلوا القطاعات الوزارية في الإدارة المركزية، وهذا التكوين استفدوا منه تقريبا في هذه الدورة هذه حوالي 57 ديال المكونين اللي هما غادي يسهروا على تكوين موظفين آخرين في المؤسسات العمومية وفي المصالح الخارجية ديال الوزارات ديالهم. اليوم الحضور ديال السيد رئيس الحكومة معنا في هذا حفل توزيع الشهادة ديال الاستفادة من التكوين هو دليل على الأهمية اللي كتعطيها الحكومة من هذا الحق في الحصول على المعلومة باعتباره رافعة أساسية لتعزيز الشفافية والنزاهة في المرفق العام. ورش تنفيذ وتنزيل قانون الخاص للحصول للحق في الحصول على المعلومات الكبير اللي كتعطيه الحكومة لتطبيق وتنزيل مقتضيات القانون الخاص بالحصول على الحق في المعلومات. وهذا القانون هو مهم، علاش؟ لأنه من حقوق المواطن ومنصوص عليه في الدستور، وحنا كنحرصوا باش المواطنين يحصلوا من الإدارة ومن المؤسسات العمومية ومن مختلف الجهات المختصة على المعلومات الضرورية التي يطلبونها وفق ما يقتضي القانون، وبطريقة سريعة وطريقة فعالة وبطريقة جودة. ولذلك هذا كيحتاج للتكوين، لذلك تحددوا عدد من الممثلين ديال الإدارات المكلفين بإعطاء هذه المعلومات. خص أولا قبل إعطاء المعلومة خص تخزينها، خص تنظيمها، وبالتالي فلا بد من التكوين. فاليوم غنعطيو شواهد لمكوني هؤلاء الموظفين. حنا غادي نديرو اليوم أكثر من 70 شخص اللي هم من المكونين بتنسيق مع منظمة اليونسكو وفق معايير دولية وفق معايير الجودة، باش من بعد ينتقلوا هما يكونوا هاد الناس اللي تعينوا في الإدارة والمؤسسات العمومية مركزيا وأيضا إقليميا، وإن شاء الله هذا غادي يطلع الجودة ديال المعلومة اللي غادي تعطى للمواطنين وغادي يمكنوا من الخدمة سريعة في هذا المجال. هذا الحق لحد الآن تم تعيين ضمن مجموع الأشخاص ونوابهم يعني المكلفين بالحق الحصول على المعلومة حوالي 712 مكلف ونائف مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات. لا بأس أن أتقاسم معكم هذه الأرقام، عندنا 81 مسؤول مكلف على المستوى المركزي و 396 على المستوى المركز، وبالنسبة للمؤسسات العمومية 61 مسؤول في المؤسسات العمومية مركزيا و 174 في المؤسسات العمومية خارج المركز. كذلك تم إعداد دليل حول الحق في الحصول على المعلومة موجه للهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ هذا القانون. طبيعة وزارة الشؤون الخارجية عطاكم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثل وزارة العدل أو ممثلة وزارة العدل السيدة أمينة الديك، آه
الفلاحه وسيد الحريم. ميرسي سي عمقران.